ينضم إلينا عبر سكايب عضو رابطة العالمية للحقوق والحريات خالد المحجوب. بداية سيد خالد، أنتم كرابطة عالمية للحقوق والحريات، ماذا قدمتم وتوصلتم إليه باتجاه مأساة جنفودة؟ شكرا لك أخي الكريم على هذه الاستضافة. حقيقة نحن يعني لأن نبذل جهد مع المنظمات الدولية العاملة في هذا الشأن في جنيف من أجل الضغط على البعثة الأممية وعلى المجلس الرئاسي المقترح في الحكومة بموجب اتفاق الصخيرات من أجل أن نوجد ممر آمن لهذه العائلات للخروج يعني من منطقة القتال. ونحن كما ترى يعني في بياننا شددنا على أهمية أن هذه مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية المجلس الرئاسي أنها تسعى يعني أو ليست تسعى إنما تبذل يعني تتحمل مسؤوليتها من أجل إخراج هؤلاء الناس. هناك وساطة ممكن يبذلها الصليب الأحمر في تواصل الآن مع الصليب الأحمر في هذا الأمر، لكن طبعا هذا الأمر أيضا نحتاج إلى قرار سياسي، يعني نحتاج إلى موافقة السلطات الليبية وأيضا إلى إجراء يعني تقوم به البعثة الأممية بالتواصل مع الصليب الأحمر في جنيف من أجل توفير هذا الممر. هذا الممر ممكن في حال توقف القتال. نعم سيد خالد، بالنسبة للتواصل مع الجهات الرسمية في الدولة، هل تستطيع أن تبين لنا مع أي جهة تم التواصل معها بخصوص العائلات العالقة بجنفودة؟ هل تواصلتم مع المجلس الرئاسي المقترح أم هناك أطرافا في مدينة بنغازي؟ مع من تواصلتم لو يمكن أن توضح لنا هذه النقطة؟ لا الحقيقة نحن مع السلطات الليبية ليس لدينا تواصل. نحن جهدنا الآن منصب على التواصل الخارجي، على المنظمات الدولية على التي لها علاقة بهذا الأمر التي يمكن أن تساهم معنا في الضغط على المجلس الرئاسي من أجل فتح طريق. المشكلة الآن هو في المجلس الرئاسي، على المجلس الرئاسي أن يطلب وقف للقتال عن طريق البعثة الأممية، وبالتالي يمكن أن يتدخل الصليب الأحمر هنا لنقل هؤلاء العائلات. بالنسبة للحكومة الليبية ليس لدينا أي تواصل معها، كل تواصلنا الآن منصب مع المنظمات الدولية في هذا المجال. نعم سيد خالد، العائلات العالقة بمنطقة جنفودة من أطفال ونساء وشيوخ، هل منظمتكم في اتصال مباشر مع هذه العائلات أو قمتم باتصال معهم مع أي طرف آخر عن طريق اتصال مباشر مع هذه العائلات؟ ليس باتصال مباشر، نحن نتواصل مع يعني بعض المنظمات الحقوقية الليبية التي لها تواصل مباشر مع العائلات. ونحن كما قلت يعني نؤكد على أهمية أن ما يحدث الآن بالنسبة للمدنيين، هذا اتخاذ المدنيين أو منع خروج المدنيين من مناطق القتال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، هذه جريمة حرب يتحمل مسؤوليتها من يمنع الخروج مدنيين. وأيضا من المهم أكدنا عليه في البيان أن قضية خروج مدنيين يجب أن تكون للوجهة التي يريدونها هم، ليس كما يطرح من أنه يجب أن يخرج في اتجاه معين. لا أبدا، يجب أن يخرج المدنيين حيث يريدهم، يعني يجب أن يختار الناس الموجودين في منطقة القتال إلى أي جهة يريدوا أن يخرجوا بدون أن تحدد لهم الجهة التي يريد الخروج إليها. نعم سيد خالد، بالنسبة لخروج العائلات إلى مكان معين ويتم تحديده من قبل هذه العائلات، في نظرك أنت كعضو في هذه الرابطة، كيف يتم تفعيل هذه الاتفاق؟ عن طريق من يتم تفعيل هذا الاتفاق بين العائلات وبين عن طريق الخروج يعني؟ هذا الاتفاق كما قلت لك إذا وافقت السلطات الليبية الآن وطلب المجلس الرئاسي تدخل من البعثة الأممية، يعني الموضوع كله الآن محصور في أمرين. في أن يطلب رئيس المجلس الرئاسي سيد فايد سراج من البعثة من كوبلر أن يوجد ممر آمن لهذه العائلات، ثم بعد ذلك نحن نعرف جميعا أن هناك لجنة مختصة بهذا الأمر لعائلات المحاصرة في جنفودة. هذه اللجنة هي المختصة بأن تتشاور مع العائلات ما هي الوجهة التي يريدون الخروج إليها، إلى أي مدينة ليبية يريدون أن يذهبوا، يعني هذا حتى لا نخرج العائلات من منطقة القتال ثم نسلمهم إلى عملية انتقام قد تحدث نتيجة أنهم الآن محاصرين وهناك من يصنفهم على أنهم يعني طرف في القتال. هذو المدنيين يجب أن يخرجوا بأي حال من الأحوال،
ويجنب نعم. يعني أولاد هذه الحرب يعني. نعم سيد خالد، ولكن تداولت وكالة الأخبار العالمية أن السيد فايز السراج قام بإرسال رسالة إلى الصليب الأحمر الأمريكي لكي يتم التدخل في هذا في هذه المنطقة وتفعيل ممر آمن. هل أنتم على اتصال مع الصليب الأحمر لخروج هذه العائلات بخصوص هذه الرسالة؟ هل هناك أي تعليق من هذه الجهة؟ حقيقة أنا أقول لك بصراحة الموقف السياسي للمجلس الرئاسي المقترح هو ضعيف جدا، يعني المجلس الرئاسي خطواته ضعيفة ولا يريد أن يحل هذه الأزمة. هو ما السلطة الآن المعترف بها بموجب اتفاق الصخيرات وهي السلطة على الآن الموجودة على أرض الواقع. هم يعني لا يريدون يذهبوا إلى حل الأزمة مباشرة، حل الأزمة متعلق بطلب رسمي أن يطلب السيد فايز السراج من البعثة الأممية أن تطلب وقف للقتال ثم يمكن إيجاد ممر آمن. الصليب الأحمر في جنيف نحن تواصلنا معهم، ويعني تعرف هذه المسألة معقدة، قالوا لنا نحتاج إلى أيضا قرار سياسي، نحتاج إلى طلب رسمي من الحكومة الليبية. أنا ليس لدي علم إذا كان هم اتصلوا بالصليب الأحمر المقر الرئيسي في جنيف وطلبوا منهم هذا الأمر، حقيقة ليس لنا لدينا علم، لكن ما هو مؤكد أنهم يحتاجوا إلى طلب ليبي رسمي وإلى طلب من البعثة من أجل أن يخرجوا الناس من منطقة القتال يعني. نعم سيد خالد، سؤال أخير لو تكرمت. أنتم كمنظمة حقوقية للحريات في ظل الحصار اللي تعانيه منطقة قنفودة وأهالي منطقة قنفودة ومن يمنعهم من الخروج، هل هذا يعتبر ضمن جرائم الحرب؟ وهل بإمكانكم تقديم ملفاتهم في هذه بهذا الخصوص يعني؟ طبعا أي واحد الآن يمنع أي طرف يمنع المدنيين من مغادرة منطقة القتال ويختار الجهة التي يريدها بكل حرية هو هذه جريمة حرب، لأنك أنت الآن تضع المدنيين في منطقة القتال وتمنحهم من الخروج، أو أنت تحدد لهم هدف الخروج لكي يصبحوا ضحايا. نحن ليس لدينا ضمانة بأن، لأن بعض التصريحات اللي سمعناها بأن يجب أن يقتلوا الأشخاص الفوق سن 15 وتعامل النساء، هذا أمر خطير جدا. هذه التصريحات يمكن أن يلاحق أصحابها ويقدموا إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن ليبيا لا زالت تخضع لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن أن يقدموا لدى الأشخاص باعتبارهم يعني يمارسون جرائم حرب ضد المدنيين. هذا اتفاقية جنيف الرابعة تطالب بتجنيب المدنيين القتال وتلزم السلطة السياسية، وأيضا هذا يمكن أن يتابع عليه المجلس الرئاسي أيضا بأشخاصهم، سواء رئيس المجلس الرئاسي أو الأعضاء الموجودين في المجلس الرئاسي، يمكنهم أيضا أن يتابعوا قانونيا في حال يعني اشتكى عليهم أحد هؤلاء في أي طرف في الدول التي قضاءها يسمح بالملاحقة، مثلا في سويسرا وفي بعض الدول التي يسمح القضاء قضاءها بالنظر في القضايا التي تقع خارج البلاد. نعم سيد خالد محجوب، عضو برابط العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.